ناحية سام سيدي كبير وميز النار العز السام الذي ما زال يتداول بقوة فوق مستويات ال 26 جنيه، وده بالنسبة لنا وفر خسارة، واحنا حققنا الهدف الأول اللي كان عند مستويات ال 31 ونص لحد مستويات 32، وأعتقد ده مكان ممتاز جدا لجني الربح والخروج. طيب ليه؟ لو احنا قلنا احنا جوه السهم ده قلنا ان احنا بنستهدف تصحيح لكل الموجه دي اللي ممكن يوصل التصحيح بتاعها لحد مستويات ال 61 فيبو او نقرب منها، ودي مناطق انعكاس قويه جدا اللي عند مستويات ال 21 لحد مستويات ال 19 جنيه. كمان لو رجعنا على فريم الويكلي هنلاحظ حاجه، ان انا عندي فوق منطقه انعكاس مهمه كمان لو صعدت شويه للمناطق دي اللي عند مستويات ال 22 ونص، اللي اي تراجع بالقرب منها انا اعتقد انه هيكون فرصه ممتازه، خصوصا ان ده انعكاس وكسر القوة، فممكن انزل اعيد اختباره ما قبل العودة مرة اخرى. ده اللي انا شايفه على السهم على النظرة الاوسع. لو احنا بقى على فريم الخمس دقايق واحنا هنا عندنا بنعمل موجة، طيب مش احنا عملنا موجة؟ ده بالنسبة لنا كان واحد اتنين ده كله تلاتة وتراجعنا شكل A B C، وده بالنسبة لي اربعة، وما زلت اتوقع موجة خمسة من المناطق دي، واعتقد انها ممكن تسجل قاع طفيف ما قبل الانفجار والصعود، وممكن كمان تيجي موجة منقطعة بالنسبة لي في المستويات الحالية. ما زلت انتظر هيكلية تصحيح الموجة دي، لان هيكلية التصحيح دي انا بالنسبة لي مفتاح مهم جدا للسهم اللي هينزل على شكل خماسي بهذا الشكل. اعتقد ان السهم مش هيبقى هبوطه عنيف ما قبل تكملة الاتجاه الصاعد. طيب انا لو بصحح الموجة التالتة المفروض بتصحح ما بين مستويات ال 38 ل 50 فيه، تمام انا فين ده؟ انا رحت لحد مستويات ال 78 فيبو وتدخلت كمان مع قمة الموجة الاولى، ولكن ما كسرتش قاع 2 وده يهمني. طبعا لو كسرت مستويات ال 35 جنيه و 30 اير شو بقوة خلاص السهم اتحول لترند صاعد، واي تراجع تصحيح هستهدف شرائه مرة اخرى. ده السيناريو الايجابي اللي انا لا اميل لحدوثه، خصوصا ان احنا نتوقع ان في ضلع تصحيح اخر للمؤشر. لو احنا لاحظنا كمان وقلنا انا اداني ضلع تصحيح من المستويات دي وهبط على شكل نموذج بي او ضلع بي، وبعد كده صعد وضرب له مستويات ال 100 فيبو، احنا قلنا ان اول هدف بالنسبه لنا كان 31 ونص، والهدف الثاني كان مستويات ال 33 جنيه، وده الهدف اللي اعتقد صعب جدا جدا خصوصا مع الوضع الحالي. كمان لو لاحظنا في الموجه الخامسه احنا كنا محددين قلنا لو خدنا القمه والقاع اللي تشكلوا عندي من الموجه دي، ولان انا بالنسبه لي ده 1 و3 قلنا هنستهدف مستويات ال 61 فيبو، هنلاقي نفسنا واحنا كمان لحد مستويات ال 78 فيبو، وده اللي بيعزز ان السهم قوي جدا. طيب انا عايز ايه بقى من السهم في الفتره الجايه؟ اديني قمه وقاع اللي تشكلوا عندي من المستويات دي، واديني يا سيدي على الاقل مستويات ال 61 فيبو اللي هي عند مستويات ال 24 جنيه، وممكن يغلس ويروح عند مستويات ال 78 فيبو اللي عند مستويات ال 21 جنيه و 80 قرش، يعني مستويات ال 22 جنيه. ده اللي انا شايفه على السهم، وما زلنا ننتظر هيكليه التصحيح اللي هتحصل من هنا، لان هي مفتاح السهم زي ما قلنا في اول الفيديو. ده الشكل. لو رحنا بقى على فريم الساعه وده اللي يهمنا، انا عندي شمعة تفريغ سيوله بتحصل هنا لاحظين، وعندي شمعة دوجي واضحه جدا، لا مش شمعة دوجي، عندي شمعة بيعيه واضحه جدا اهي، دي شمعة بيعيه، هي مش دوجي قوي يعني، لكن عندي شمعة بيعية واضحة جدا جدا هنا، يعني ده اعتقد انه سحب السيولة وده اللي يخوف من المنطقة دي، فعشان كده بقول ايه انتصف تصحيح وبعد كده ادخل، واللي يأكد ان ده صعود تصحيحي هو هيكلية الموجة الأولى اللي احنا شرحناها أكتر من مرة انها هيكلية تصحيحية بامتياز. لو قلت ان انا ببساطة هاخد خدت ضلع من المستويات دي، وعلى فكرة التصحيح كان ممكن ينتهي عند المستويات ال 38 فيبو اللي هي المستويات دي، ولكن السهم رفض وقال لك لا انا هنزل أدي طلع تصحيح وأطلع أخد قمة جديدة ما قبل العودة مرة أخرى. فبالتالي أنا شايفه للسهم إن السهم كان ممكن ينهي التصحيح بتاعه عند منطقة العرض الأهم، ولكن أعتقد مع أخبار وتوزيع كوبون و و و إدانا فرصة ممتازة. طيب في سيناريو آخر برضه يلوح في الأفق، مش ممكن دي تكون موجة قطبية نهائية لو 1 2 3 4 5، وده بداية الانعكاس الحقيقي زي ما انا اشرت في فيديو امبارح، فعلشان كده بقول ان التصحيح ده مهم جدا جدا ولا هيكمل في العودة، خصوصا لو التصحيح ده فضل محافظ على مناطق ال 28 جنيه ونص وما كسرهاش، اعتقد ان السهم هيفضل ايجابي وهيصعد بقوة، عشان كده ننتظر نشوف هيكلية التصحيح وبعد كده كل حاجة هتبقى متضحة، وبالتوفيق.